نبدأ مع الشاي الجميل وبرضه فريق أصدقاء وبرضه صالون أصدقاء مجدي أسود. طبعاً أنا بدأ الجميع إن شاء الله بكرة تدريب الأستاذ أحمد حسن عمر وفنان كبير الممثل لبيبة الحمد بشهرة ومحدش يعني فتوى يبقى الدعوة اللي هنلعب بكرة غدا إن شاء الله في صالون أصدقاء برضه بشهرة هنا في بس الشمراوية يعني إن شاء الله معزوزين ومع الشاعر الجميل أستاذ مجدي أسود. خارج وسايب كتلتي من ريحة العتبة هطفي غبار أبي راقي ربيع مرموق خادم غبار يحسن وأخرج من التابوت لازم أقول كلمتي واسمع العلم الصوت ملعون لساني لو سكت ملعونة يا كلمة سكوت عين بتبكي وقلب مجروح لسان بينطع بصوت منبوح طعم الصبر بحاله مرار ومرار يروح أنا المهرج أنا المهرج اللي ضحكتي غايبة وعينيا من الدموع دايبة أنا اللي في السلك الكبير متشعبة شعلة الليل والسيد نمشي على الحبل الناس تتفرج بالملح ولو وقعت على وشي التسقيف ايديها تتقطع انا المهرج انا اللي الدنيا واخداني ورفعاني ومن عزمي ما فيها على الارض رماني مطلوب مني لا ابكي ولا اعيط أنا الداعي، أنا نصيحة يا إخواني، خد بالك، خد بالك اصحى وخد بالك، لعبة وصباح كده، أنا في بالك، أصل الدنيا كده وشين مش دايما محتاجة مهرج، ولا عايزة اللعب على الكافيه، ولا عايزاك تفضل متخرج، خد بالك، نصيحة يا إخواني.